مساء الخير واهلا بكل جماهير نادي الزمالك في كل مكان. حان احنا لسه مستمرين بفرحتنا، وعنوان حلقتنا النهارده هو ان احنا لسه بنحتفل بالسوبر الافريقي. الحقيقه ان انا دايما هتمنى ان كل ايام جماهير نادي الزمالك تكون كلها فرحه، سعاده، بطولات، القاب. دايما اتمنى ان انا اكون واقفه مع حضراتكم هنا بحتفل معاكم دايما بانتصارات الزمالك. الزمالك بطل سوبر افريقيا 2024. الحقيقه ما كانش عندي شك ابدا، يمكن كنت متوتره قبلها، ولكن صراحه لا كان عندي شك في الجهاز الفني ولا كان عندي شك في لعيبتي ان هي ابدا تقدر تحسم اللقب. الحمد لله وقدروا فعلا ان هم يحسموا اللقب اداء ونتيجه. حدث تاريخي لا يمكن انساه، لا يمكن انسى ابدا ابدا اللحظات السعيده اللي انا عشتها وقتها. بطوله ستبقى خالدة في تاريخ كل الزملكاوية. حقيقة أنا لو قلت إن هي واحدة من أصعب البطولات في تاريخ النادي مش هكون ببالغ، لأن أنت لو رجعت كده وبصيت على تصريحات لعيبة الزمالك أو تصريحات نجوم الزمالك وشفت كم الضغوطات اللي اللعيبة دي أو الجهاز الفني عموما وجهاز المعاون بما فيهم كمان مجلس الإدارة تحملوها، وتشوف الضغوطات بجد لا حاجة صعبة جدا. كلهم اشتغلوا تحت ضغط كبير جدا، والشغل اللي اتعمل طوال الفترة اللي فاتت لا كان صعب جدا. حتى ظروف الماتش، حتى ظروف المباراة ما كانتش سهلة، كانتش سهلة تماما. ولكن شفنا جهاز فني عرف يلم لعبته، عرف يسيطر على الموقف، عرف يسيطر على المباراة بنسبة 1000000%. يعني أدار مباراة السوبر بنسبة 10/10 بالذات نفسيا. يعني أنا شفت جوميز بشكل تاني كمدير فني عرف يتعامل مع لعبته نفسيا في المباراة بنسبة 10/10. يعني غير كمان الكلام الفني اللي انت ممكن تتكلم فيه عن المباراة والتغييرات والتسعين دقيقة. باختصار سوبر 2024 هتفضل هي البطولة الأقرب لقلوب ملايين الزملكاوية بصراحة.